And they're off. انطلق تاسع شواط الأمسية مع الخيل المهجنة الأصيلة المستوردة. نشوف الصدارة الآن والانطلاقة مع 11 جواد، انطلاقة سريعة ومتساوية للغاية. شوف الصدارة والمركز الأول الآن مع سمارت كونتندر اللي السادة الرفاع ريسنج على الصدارة وعلى المركز الأول. المتابعة الآن على المركز الثاني لجوفرمنت اللي السادة الهجاج ريسنج في تقدم على المركز الأول. سمارت كونتندر ثانياً ثالث المراكز مع رقم 5 لدينا الجواد ليبرت أتاك للسادة النصر ريسنج، بينما روك فاير في المركز الرابع للشيخ محمد بن سلمان الثاني. خامس المراكز من الجهة الداخلية وشاهد الاندفاع والتقدم لحافظ للسادة ابناء عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري. التغيير يحدث الآن، انتقال أكاونت للسيد خليفة بن حسن الجهني إلى المركز الرابع، وأيضا الاندفاع نشوفه من خلال الشعار الرصاص لدينا دوم فرونت لسعيد بن محمد آل شافي. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. دوم فرونت في وضع ممتاز على المركز الأول وعلى الصدارة مع جيسون واتسون للسادة مربط الهجاج في وضع ممتاز على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولة لسمارت كونتندر الذي يبدأ بالتراجع الآن. سمارت كونتندر والاندفاع لرقم 4 من وسط الجياد أكاونت لخليفة حسن الجهني في وضع جيد الآن على المركز الثالث، يتقدم الآن خطوة بخطوة الاندفاع لدوم فرونت وباقي الجياد. الصدارة لا تزال مع جوفرمنت اللي يبدو لي هو الأفضل حتى الآن. الخط المستقيم باتجاه خط نهاية جوفرمنت للسادة مربط آل هجاج على الصدارة وعلى المركز الأول. الاندفاع يأتينا من دوم فرونت وأيضا أكاونت من الجهة الخارجية، ولكن جوفرمنت على الصدارة. دوم فرونت من الجهة الخارجية، أكاونت من وسط الجهاد لخليفة حسن الجهني. الصدارة الآن تنتقل لأكاونت على الصدارة وعلى المركز الأول. أكاونت مع عبد الله راشد الهاجري وعويضة سالم الهاجري. المحاولة لدوم فرونت وأيضا مربط آل هجاج، ولكن الصدارة مع خليفة حسن الجهني وأكاونت على الصدارة وعلى المركز الأول بتدريب عويضة الهاجري وقيادة عبد الله الهاجري.